بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، زينة الخلائق أجمعين، حبيبي إله العالمين، المصطفى الأمجد، الرسول المسدد، أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في هذا العمل. وكما عودناكم أننا نتكلم إلا بالأدلة والبراهين، وفي هذا العمل سوف نرفع الأقنعة عن الوجوه حتى تظهر لكم على صورتها الحقيقية. الشخص الذي نتكلم عنه الآن شخص معروف، ماذا فعل؟ هل هي جريمة علمية، فضيحة علمية كبرى أم لا؟ نترك المسألة للمشاهد الكريم. ماذا قال هذا الشخص؟ نبدأ على بركة الله. طب شوف صورة كاملة اسمعها يا دكتور، تأذن لي؟ نعم تفضل. طيب، هذه صورة الولاية المزعومة عندهم بإجماع محدث الشيعة، مش بقولك عندي واحد، نقلها الطبراسي عن 2000 او اكثر من 2000، عليها الاجماع عند هؤلاء. دي صورة، بيقولوا دي صورة قرآنية، الشالتين من القرآن، ادي واحدة من اللي بيشيل من القرآن. سورة الولاية، دققوا معي اخواني، سورة الولاية يشنع الكثير على الشيعة، منهم هذا الشخص، ان عند الشيعة سورة اسمها سورة الولاية، وكانت موجودة في القرآن وحذفت. ونقل من كتاب فصل الخطاب للشيخ النوري. الشيخ النوري رحمة الله عليه في كتابه فصل الخطاب نقل هذه السورة عن كتاب اسمه دبستان مذاهب. صاحب هذا الكتاب رجل لا يعرف، مجهول. من علماء الشيعة قال ذلك؟ السيد العسكري في كتابه القرآن الكريم وروايات المدرستين في الجزء الثالث صفحة 179 يقول: وإن لم تصح هذه الرواية وبقى للسورة سند واحد وهي رواية دبستان مذاهب، فهي رواية مجهولة من مجهول. ويقول أيضا: وهذه السورة المختلقة، يعني المكذوبة، لم يذكر لها سند بتاتا، فهي رواية مجهولة عن مجهولين ومختلق عن مختلقين. يعني هذه الرواية وصاحب الكتاب مختلقين، مكذوبين، مكذوبة. وهذا الشخص يقول عن أن الشيخ النوري نقل عن 2000 عالم، أعوذ بالله من هذا الإفك والكذب. كأنه قال بإجماع المحدثين. طبعا بإجماع العلماء عن 2000 عالم، 2000 عالم نقلها الطبراسي عن 2000 أو أكثر من 2000، عليها الإجماع. الله أكبر. وأيضا سيد المفسرين العالم الكبير المعروف الطباطبائي رضوان الله عليه في كتابه الشهير تفسير الميزان، اسم الميزان في تفسير القرآن الجزء 12 في صفحة 113 يقول: وكذا ما أورده بعض الروايات من سورة الولاية وغيرها أقاويل مختلقة تحت خط رام واضعها أن يقلد النظم القرآني، فخرج الكلام عن الأسلوب العربي المألوف ولم يبلغ النظم الإلهي المعجز،
فعاد يستبشعه الطبع وينكره الذوق، ولك أن تراجعها حتى تشاهد صدق ما ادعيناه، وتقضي أن أكثر المعتنين بهذه السور والآيات المختلقة المجعولة إنما دعاهم إلى ذلك التعبد الشديد بالروايات والإهمال في عرضها على الكتاب، كتاب يعني القرآن، ولولا ذلك لكفتهم للحكم بأنها ليست بكلام إلهي نظرة. إذن هذه السورة مختلقة مكذوبة. والأمر الآخر أن هذا الشخص يا أخوان حينما نقل من كتاب فصل الخطاب للشيخ الطبرسي بتر تعليق الشيخ الطبرسي على السورة، ماذا قال الشيخ الطبرسي؟ لاحظوا جيدا، هذا الشخص قال نقل عن من؟ عن 2000 عالم، وهذا غير صحيح وتلاعب وكذب فاضح على الشيخ النوري. الشيخ النوري في كتابه فصل الخطاب في صفحة 156 يقول: قلت ظاهر كلامه، يعني صاحب كتاب دبستان مذاهب المجهول، أنه أخذها من كتب الشيعة تحت خط هذه الآن، ولم أجد لها أثرا فيها. الله أكبر، ما له وجود في كتب الشيعة؟ أين الوجود أن أخذها عن 2000 عالم؟ ولم أجد لها أثرا فيها غير أن الشيخ محمد بن علي بن شهراشوب المازندراني ذكر في كتاب المثالب على ما حكي عنه، حكي صيغة تمريض حكاية، أنهم أسقطوا من القرآن تمام سورة الولاية، ولعلها هذه السورة. إذا المسألة حكاية وغير موجودة في كتب الشيعة، هذا الشخص ماذا فعل؟ نسبها إلى 2000 من علماء الشيعة. وصدق القائل أن الإفك من شيم اللئام. ونترك الحكم للمشاهد العزيز، عزيز المشاهد، تابع معنا المقطع القادم. قال الخميني، سألني في أي كتاب؟ في تحرير الوسيلة. قال الخميني في تحرير الوسيلة، اسمع مني بالحرف الواحد، قال: ماء الاستنجاء سواء كان من بول أو غائط طاهر. ماء الاستنجاء سواء كان من بول أو غائط، يعني أنت تبولت وغسلت، الماء نزلت وبعدين غسلت من الخلف أيضا البراز، ميته نزل، يقول هذا طاهر، هذا الرجل عنده طاهر. أقول سبحان الله، لهذه ماذا فعل بكم السيد الخميني رضوان الله عليه حتى تشنعون عليه هكذا؟ دائما الحكم للمشاهد العزيز، هل فعلا السيد الخميني رحمة الله عليه قال هذا الكلام وسكت، أم أن هذا الشخص بتر وحرف المعنى؟ السيد الخميني في كتابة تحرير وسيلة الجزء الأول صفحة 19 يقول: ماء الاستنجاء سواء كان من البول أو الغائط طاهر. إلى هنا بتر الكلام، الكلام الحين راح أقرأ هذا الكلام المبتور تحت خط. قال السيد: إذا لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة، اللي هم شنو؟ اللون، الطعم، الرائحة. هذا ما بتر الشخص وغير المعنى تماما. طيب، هل هذا الكلام فقط موجود عند الشيعة أم هذا موجود أيضا عند إخوان السنة؟ في كتاب فقه السنة للسيد سابق في الجزء الأول صفحة 19، وطبعا هناك شيء طريف سبحان الله، حتى بالجزء والصفحة متفقين، مو بس المسألة،
كتاب السيد الخميني الجزء الأول صفحة 19، أيضا فقه السنة الجزء الأول صفحة 19 ونفس المسألة. يقول السيد السابق القسم الرابع: الماء الذي لاقته النجاسة له حالتان، الثانية أن يبقى الماء على إطلاقه بأن لا يتغير أحد أوصافه الثلاثة، وحكمه أنه طاهر مطهر قل أو كثر إلى آخر كلامه. الله أكبر. طاهر مطهر. إذن هذا الشخص تعمد أن يبتر كلام السيد الخميني حتى يشن عليه، وإذا به يشنع إذا بتر حتى على علماء السنة. أعزائي المشاهدين، سلسلة عندنا، هذا الشخص ما انتهى إلى هنا. المقطع القادم أعزائي المشاهدين تابعونا. نور الدين الطبرسي الذي أثنى عليه الخميني غير مرة، واحد يقول لي أثنى عليه فين؟ اللي هو اللي قلب التحريف دي وإنه لا يلتقوا معنا ولا في حرف واحد. أثنى عليه في كتاب الحكومة الإسلامية للخميني صفحة 66، أهو الحكومة الإسلامية صفحة 66. ماذا جرى؟ ألف كتاب ضخم في آخر القرن الثالث عشر الهجري، قال في إيه؟ لو فصل الخطاب، قال بالحرف الواحد أنه أورد فيه، وهذا قول الخميني أيضا، وهذا قول الخميني أيضا، أكثر من 2000 رواية من الروايات الشيعية المعتمدة في كتبهم تفيد القول بالتحريف والنقص. أقول قاتل الله الكذب وأهله. نرجع إلى السيد الإمام الخميني رحمة الله عليه، ماذا قال؟ نجعله هو الذي يرد على هذا الشخص والحكم المشاهد العزيز. في كتاب أنوار الهداية في الجزء الأول صفحة 244 يقول السيد الخميني وهو يرد على النوري في كتابه فصل الخطاب: وأزيدك توضيحا أنه لو كان الأمر كما توهم صاحب فصل الخطاب الذي كان كتبه لا يفيد علما ولا عملا، وإنما هو إيراد روايات ضعاف تحت خط روايات ضعاف أعرض عنها الأصحاب وتنزه عنها أولي الألباب من قدماء أصحابنا كالمحمدين الثلاثة المتقدمين رحمهم الله. وأكمل السيد أيضا في صفحة 245 عن الشيخ النوري يقول: هذا حال كتب روايته غالبا كالمستدرك، ولا تسأل عن سائر كتبه المشحونة بالقصص والحكايات الغريبة التي غالبها بالهزل أشبه منه بالجد، وهو رحمه الله شخص صالح متتبع، إلا أن اشتياقه لجمع الضعاف تحت خط والغرائب والعجائب وما لا يقبلها العقل السليم والرأي المستقيم أكثر من الكلام النافع، والعجب من معاصريه من أهل اليقظة كيف ذهلوا وغفلوا حتى وقع هذا الكلام تحت خط، كيف ذهلوا وغفلوا حتى وقع ما وقع مما بكت عليه السماوات وكادت تتدكدك على الأرض. الله أكبر. إذن السيد الإمام رحمة الله عليه كان يرد على النوري الطبرسي أشد رد، وروايات ضعيفة، وهذا الشخص تقول على السيد وقال أنه يقول بصحة روايات فصل الخطاب والعكس تماما. لا أدري لماذا الكذب. استغفال لعقول الناس. وفي نهاية الموضوع الحكم المشاهد المنصف الذي يريد الإنصاف، هذا الشخص أيضا له مثل هذه الأمور: تدليس، بتر، كذب، ولا نتكلم إلا بدليل.
بإطار علمي موثق كما تشاهدون. الأمر الآخر ماذا فعل عزيزي المشاهد؟ تابع إلى آخر المقطع فإنه مهم جدا، تابعنا. أن هناك تشابها بين اليهود وبين الشيعة. هذا التشابه قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. اليهود يبغضون جبريل ويقولون أنه وعدونا من الملائكة، والروافض يبغضون أيضا جبريل ويقولون إنه نزل بالوحي على محمد وكان الأصل أن ينزل على علي. أستغفر الله وأتوب إليه. لا نريد عالم علماء الشيعة، لا ولا نريد طالب علم أبدا، نريد عامي من عوام الشيعة يقول هذا الكلام، والله كذب. إلى متى هذا الكذب؟ لا أدري. ألا تتقي الله؟ ألا تستحي؟ وفي الحديث الصحيح إن لم تستحي فاصنع ما شئت. جبريل عليه السلام ماذا قال فيه علماء الشيعة؟ نموذج، مثال واحد، يقول الشيخ المفيد أعلى الله مقامه في كتابه المقنعة صفحة 31: وكذلك يجب الاعتقاد في رسل الله تعالى من ملائكته عليهم السلام، وأنهم أفضل الملائكة وأعظمهم ثوابا عند الله تعالى ومنزلة كجبرائيل تحت خط وميكائيل وإسرافيل إلى آخر كلامه. إذن هذا اعتقاد الشيعة في جبرائيل عليه السلام. إلى متى يتم هذا الكذب على الناس؟ تشويه لصورة مذهب أهل البيت. المسألة صارت واضحة للمشاهد الكريم. الأمر الآخر أن الكذب ليس فقط على شيعة أهل البيت، لا هذا الشخص كذب حتى على عمر بن الخطاب. كيف ذلك؟ تابعوا معي. كان جبريل الأمين يأتي إليها لتعزيتها وإبلاغها بالأمور التي ستقع في المستقبل، وكان الإمام علي يكتب هذه الأمور، يعني يكتب وراها. جبريل يمل فاطمة وفاطمة تمل لعلي رضي الله عن الاثنين، التي تلقى لها من قبل جبريل. ومن المحتمل، شوفكم بقول ايه، ومن المحتمل ان تكون قضايا ايران من الامور التي نقلت اليها. كان حتى بكلمها عن ايران، اللي يحصل ايران ده عمر اشار اليها وقال يا ليت بيننا وبينهم جبال من نار. اقول هذه الرواية التي ذكرها اين توجد؟ في أي كتاب؟ وين تتوقعون؟ في كتاب اسمه الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، يعني في الأحاديث المكذوبة. هذا الكتاب للشوكاني الإمام المعروف أحد أئمة إخواننا السنة، في صفحة 449: قول عمر لما فتحت خراسان: مالي ولخراسان، وما لخراسان ولي، وددت أن بيني وبين خراسان جبال من نار، إلى آخر كلامه. ماذا علق الشوكاني على هذه الرواية؟ يقول: وهو موضوع بلا شك، هاي تحت خط، موضوع يعني مكذوب، وهو موضوع بلا شك، وفي إسناده أبو عصمة نوح بن أبي مريم وهو واضعه. يعني مو بس ضعيف، لا مو ضعيف، موضوع يعني مكذوب. فهذا الشخص ينقل حتى الأكاذيب عن غير الشيعة. فبالله عليكم، من عنده إنصاف وعقل يأخذ من هذا الشخص بعد هذه الأدلة ومعلومة نحب نضيفها؟ هذا الشخص يريد أن يطعن في فارس
لكن لا يدري أن علماءه مدحوا بلاد فارس. رواية كذب فيها على عمر، لكن ماذا قالوا في فارس؟ في كتاب الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم المجلد الرابع الجزء السابع صفحة 191 نلاحظ أن الإمام مسلم بابا باسم ماذا؟ باب فضل فارس. إذن فارس لها فضل. هذا شخص يبدو أنه لا يعرف ذلك، أراد فقط الطعن في بلاد فارس بالإتيان برواية موضوعة مكذوبة. فهذا حال هذا الشخص ومن كان على شاكلته. لذلك يعني هذا الشخص في برنامج برامجه كان يقول نحن نريد أن نأخذ بأيديكم من الظلام إلى النور، نريد أن ننقذكم من الضلال إلى الهدى، نريد أن نأخذ بأيديكم من الظلام إلى النور، نريد أن نأخذ بأيديكم من الباطل إلى الحق، نريد أن نأخذ بأيديكم من الهوى إلى الدليل يشهد الله. وقول يصدق عليه قول الشاعر الذي قال يخبركم أنه ناصح وفي نصحه حمة العقرب. أعوذ بالله. وإلى هنا انتهت هذه الحلقة، وإن شاء الله انتظرونا في أعمال قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. تابعونا إخواني، عطوا أفواهكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب، ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب.